تشابتر 7 فليب فلوبس. زين التشابتر هذا راح يظل معانا لغايه قبل اخر اسبوع من الدراسه كله راح نتكلم عن تشابتر 7 وراح نشوف انواع الفليب فلوبس، انواع الاشكال مختلفه منها، الديزاين مالها، شنو فوائدها، شلون نركبها مع بعض. يعني تقريبا فاينل اكزام معظمها اذا مو ثلاث ارباع كلها فليب فلوب راح يكون. الفليب فلوب شنو قال لنا الكاتب هنا؟ على سبيل المثال خلينا نشوف هنا، حاط لنا صورة simple memory implementation. هذه الفكرة الأساسية. خلينا نصور هذه الصفحة، أحط لكم إياها هنا. هذه هنا ناخذ صورة من هالصفحة. زين الصورة إذا ظاهرة عندكم راح تطلع بعد ثواني. طيب مفروض طلعت الحين. تمام. إذا طلعت الصورة، إذا بعضكم ما طلعت الصورة للحين حاول تسوي مينيمايز حق السكرين، ماكسمايز حق السكرين. اذا لحين ما طلعت عندك حاول تطلع وتدش مره ثانيه ان شاء الله تطلع عندك. بس اذا مو طالع عندكم الصوره يعني حاول تحلونها الحين، لان شغلنا كله راح يكون على ان نحط صوره ونعلق عليها. انزين الكاتب شنو كتب لنا هنا؟ هذه الميموري اليمنت عندي. انزين الفليب توب كلها مبنية على فكرة مثل هذه. عندي memory element انزين وعندي set I want to set something و I want to reset. okay. ففي sensor will set the memory. set means أحط فيها واحد، reset معناته أصفرها. انزين فالmemory element هو اللي يخزن عندي هذه الخواص. خلنا نعطيكم على سبيل المثال. انزين شفتوا مثلا كلكم برمجتوا بلغه سي، بالسي بلس بلس مثلا كنا نحط فاريبل اكس ايكوالز 10، فالعشرة هذه كانت توضع في مكان بالذاكره. انزين الرقم هذا انا ابيكم تتخيلون نكتب برنامج من غير استخدام any variable اي ذاكرة. انا اشوفها صعبة جدا ان نطلع اي شيء مفيد من الكمبيوتر بدون لا نخزن شيء بذاكرته، واتوقع تتفقون معي بالشيء هذا ان من الصعب جدا نكتب اي شيء مفيد الا ان يكون عندك ذاكرة. حتى انا لما ابي احسب شيء مثلا ابي اجمع 5 زائد 3 زائد 7 زائد 8 واقعد اجمعهم لازم يكون عندي ذاكرة براسي واجمع كل اثنين واحط الناتج براسي واجمع على الرقم اللي بعده. هذا ابسط الاشياء، فما بالكم ان الكمبيوتر بدون ذاكره هذه صعبه جدا. فنبي نوصل من هالحوار ان الذاكره الميموري هي اهم جزء في الحاسوب. اهم جزء في الحاسوب ذاكره. كمبيوتر بدون ذاكره بالمره ما يقدر حتى يسوي عمليات حسابيه، لأن إذا جمع رقمين وين يخزن الناتج؟ إذا اطبع على الشاشة على طول وما خزنته ما تقدر تستفيد من الناتج هذا تسوي فيه شيء ثاني. إنزين فالشابتر هذا راح يتكلم عن شلون بناء الذاكرة. الذاكرة هي عبارة عن الاحتفاظ بقيمة. إنزين القيمة هذه أنا احتفظ بها إلى زمن ما. ف الصندوق هذا مثل ما تشوفون memory element. إنزين إذا أنا بخزن شيء معناته I need to set it. فthis is setting the memory. I want to set. فset means يعني أنت تبي تضع بالذاكرة قيمة. فإذا كان هذا مثلاً
طبعا هو الكاتب حط لنا سنسر، لان قد يكون هذا روبوت، قد يكون اي شيء، قد يكون اوتبوت، يعني اني سنسر يكون بناء عليه يو ونت تو سيت سمثينج. فالميموري بالنسبه لنا احنا باينري راح نشتغل، ما راح نشتغل ارقام كبيره ولا حروف، لكن اذا اشتغلنا باينري خلاص الاشياء الثانيه كلها صارت سهله، لان احنا شفنا شلون ان اذا كان عندي رقم مثلا 10 اقدر امثله باينري، اذا عندي حرف اقدر امثله باسكي، والاسكي عباره عن باينري اقدر اكتبه. فاذا قدرت امثله باينري خلاص انا الاشياء الثانيه التركيبات الثانيه ما عادت عندي مشكله. فست means I want to set الميموري، الصندوق هذا احط فيه واحد، هذا set. انزين الريست، الريست اذا 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 اعطاني هني يعني الريست سيجنال، اذا كان في سيجنال هني اعطاني انه reset it, then I'm gonna take this out and put zero. Okay. اعتبروا الريست، طبعا الريست اذا شو معنات الريست تيني سيجنال، يعني ادز واحد ريست element، يعني اعطيها 5 فولت، اعطيها شيء، اعطيها سيجنال واحد. اوكي فاذا دشت علي واحد بالسيجنال اعتبروا الريست كانه زر ريست الموجود في الالات الحاسبه. على ايامي كان كل اله حاسبه فيها من وراء ريست بوتن، زر تطقونه. كمبيوترات اليوم للحين فيها ريست بوتن، انه زر تضغط عليه خلاص يسوي ريست حق الجهاز بالكامل، عدل. فهذه الفكره. الحين تشوفون هني في اوتبوت من الميموري اليمنت، زين الاوتبوت هذا يطلع منه اقرا منه القيمه الموجوده في الميموري. فبالطريقه هذه نقدر نستعمل الميموري على حسب المفهوم اللي حطه الكاتب. انزين بعدين الكاتب ايش حطه لنا؟ اول مثال، طبعا انا راح ادخل على طول في البيسك لاتش، فنعطيكم هنا الصوره حق الصفحه اللي بعدها. What is a basic latch؟ فنصفح صفحة الكتاب صوب البيسك لاتش. أنا صورتها وراح تطلع الحين إن شاء الله. طيب اذا الشاشه عندكم صغيره تقدر تكبرها تخليها ماكسيمم، حتى لان انا ساعات تاشر على اجزاء تحت بالشاشه في سكرول بار تحت، اذا كانت جزء من الشاشه ما يطلع فيه كان اولويز سكرول داون تو ات. انزين فالسكشن 7.0 كان متحكي عن الاركتكتشر شلون يستعمل ترانسميشن جيتس، لكن في طريقة ثانية وايد أحسن، اللي هو شنو قال لنا هنا المؤلف؟ قال شلون احنا نبني البيسك إليمنت حق الميموري؟ نبي نبنيها من الجيتس اللي احنا تعودنا عليها. ففيجر 7.4 present a memory element built with a NOR gate. Its input عندنا الست والريست نفس ما شفنا الوظيفة مالتهم صح؟ فتشوفون 7.4 شنو عندنا هنا 7.4؟ خلنا نعطيكم الصورة هذه. الست والريست تشوفون عندنا 2 نور جيتس حطيناهم بطريقة انه واحدة والفيد انتو ذا اذر وان. انزين اذا تفتحون على الصفحة انا راح احط لكم اياها الحين قدامكم على الشاشة، اذا تطلع لكم الحين على الشاشة تشوفون هني مثلا الريست. احنا تذكرون الريست شو تسوي لي؟ الريست بالشاشه الاولانيه كانت تحت موجوده والست كانت فوق. الريست من يقول لي شو تسوي الريست اذا انا حطيت واحد بالريست شو تسوي لي؟
صفر. تذكروا لما انا مساع بالميموري اليمنت، لما انا اطق ريسيت ادز لها واحد، شو تسوي بالميموري؟ تصفر الميموري، والست ات ويل سيت ات اب تو 1. زين، فدام تذكروا سيت ويل سيت ات اب تو 1 يعني احط قيمه واحد، فيتذكر الميموري فيها واحد. الريسيت يصفر الميموري. زين، الكيو هذه شفت الكيو هي الاوتبوت اللي اقرا منه، فكني اقول له سي اوت مثلا كيو، يعني فالميموري مالتي سميناها كيو مثلا، فدائما الاوتبوت مالي يطلع كيو. الانبوت مالي كاهو، اذا ابي احط واحد في الميموري فادخل واحد هنا، اذا ابي اصفر الميموري احط فيها هنا. فانا اذا يعني مجازا رسمت مربع بالشكل هذا، اذا حطيت مربع بالشكل هذا فصار كنا هذا الميموري اليمنت مالتي. المربع الاصفر هي الميموري اليمنت مالي. فاذا اذا اذا حطيت له مثلا هنا، اذا حطيت له واحد، اذا حطيت له واحد بالست الريسيت راح احط له شنو؟ راح احط له طبعا صفر، يعني ما سويت له ريسيت، انا ابي اسوي له ست، ابي اخزن واحد بالميموري اليمنت. زين، تلاحظون هني، تلاحظون عندي فيدباك، شفتوا الفيدباك هذا قاعد يغذي لورا، يعني الاوتبوت هني قاعد ياخذه ويدش مره ثانيه هني. خلينا نفهمها زين، ترى جدا مهم نفهم الدائره هذه، اذا ما فهمناها زين الشابتر كله ما راح نفهم منها شيء، لان This is the basic element of a flip-flop. يات الكلمة flip-flop من إنه it's flip، هذا this flipping to the other one، يعني flip-flop يعني شيء ينقلب، يعني شلون لما ورقة عندك تقلبها على مثل نوت بودينار، تقلبها مرة صوب الإنجليزي صوب العربي، ف one time you flip it this way the other way you flip it the other way. فنشوف الكلمة من وين جاتنا، ليش جاتنا بالشكل هذا. فخلنا نتبع، إذا أنا حطيت هني، إذا أنا حطيت صفر ودش هني صفر على هذه، شنو لقيت؟ هذا نور، يعني نوت أور. إنزين، إذا صفر يعني بالنور، شو يعطيني الأوتبوت هني؟ يعطيني واحد. زين، خلنا نكتب هني، اذا يعني الصفر ليش يعطيني واحد؟ لازم تقولوا لي شنو القيمه الابتدائيه حق هني. احنا خلنا يعني اذا نذكركم شنو الجدول الصحه